يقال أن الحاكم خائف بطبعه، من يوم تنصيبه تبدأ رحلة خوفه لتكون أكثر قسوة عندما يكون مطلعا على نفور الناس منه، خاصة في حال كان مسلطا عليهم لا منتخبا. فخاف الحكام من العدو والصديق، ومن الأهل والبعيد، ومن الحبيب والغريب. لكن هل سمعتم قبل اليوم من حاكم يخاف من مسلسل كوميدي أو من حلويات يقبل عليها الناس فيخاف معها من أن يكشف سوء تدبير حكومته؟ قبل الآن نظم ابن الرومي هذه الأبيات عن الحلوى أو عن حلوى زلابيا، فقال: ومستقر على كرسيه تعب روح الفداء له من منصب نصبي، رأيته سحرا يقلي زلابية في رقة القشر والتجويف كالقصب، كأنما زيته المغلي حين بدا كالكيمياء التي قالوا ولم تصب، يلقي العجين لجينا من أنامله فيستحير شبابيطا من الذهب. هذه الأبيات اللذيذة عن حلوى زلابيا الرمضانية، وإن كانت أوصلت لنا المذاق بالكلام، إلا أن ابن الرومي ربما لم يتوقع أن يأتي فيه يوم يحرم فيه نظاما ويمنع أكل الزلابية حتى لا ينكشف نقص تموينه لشعبه بالمواد الأولية كالزيت والطحين والسكر. والله ليست مزحة، والخبر حقيقي مش ميمز. فضيلة الشيخ، في كلامك عن الفتاوى وتحريم التصوير والتلفزيون، أنا بين يدي الآن فتوى من بعض من شيخ جزائري، يقول فيها، سئل عن أكلة تؤكل في رمضان في الجزائر، هي من الحلويات التقليدية تسمى الزلابية. السائل يقول: لقد نشرت إحدى الصحف الجزائرية الأسبوعية عنكم القول بتحريم أكل حلوى الزلابية التي تنتشر بكثرة في شهر رمضان المبارك، فهل يعد تناول الزلابية من بدع رمضان؟ تحريم أكل الزلابية من أحدى مشائخ الجزائر تبعه تحذير المنظمة الوطنية لحماية المستهلك هناك من مخاطر استهلاك الحلوى الشعبية المعروفة بزلابيا، وجاء في منشور عبر صفحة المنظمة في الفيسبوك أن زلابيا تحتوي على 3 مكونات منبوذة في علم التغذية، وهي كل من القمح المكرر والسكر والزيت النباتي والملونات الغذائية. وحسب المنظمة، فإن اتحاد القمح مع الزيت تحت درجة حرارة عالية يشكلان مادة سرطانية، عافانا وعافاكم الله. من الأخير، زلابيا ممنوعة لأن تبون لا يستطيع أن يوفر لكم لا السكر ولا الزيت، فماذا عن عاشور العاشر؟ ياك في اسمها مملكة عاشورية، ما اسمهاش حاجة واحدة أخرى، ماشي دزاير ولا لو ان تي في، وين يشوفوا حاجة كوبا وكوبا ولا عجب. الحلقة اللي احنا نعرفوها والحلقة اللي جازت ما عندها حتى علاقة، باسكو يحكموها اسمها الخدمة كاع اللي كان دارها جعفر القاسم هكا زعما هكذا، هما وين ما وين يتوسوسوا ويضربوا بلا مقص. مسلسل الكوميديا عاشور العاشر الذي يبث على التلفزيون الحكومي الجزائري تعرض للرقابة وقص المشاهد منه بحسب هذا الممثل، وممثلين آخرين شاركوا في هذا العمل الذي يحظى بشعبية واسعة لدى الجزائريين نظرا لمضمونه السياسي. المقص داير حالة إذن في الجزائر الجديدة بشكل أساء كثيرا للعمل، والممثلون يؤكدون أن المضمون الذي تم تصويره واجتهدوا في أدائه لا علاقة له بما بث. فيا ترى لماذا يخاف تبون ومن معه من عاشور العاشر؟ هل لأنه التحق بالحراك ربما؟ على منصات التواصل الاجتماعي علق الجزائريون على سلوك النظام الذي يراقب أكلهم وتحركاتهم وحتى مسلسلاتهم، فكتب علي: هاي الحلول العبقرية، زلابيا والفريت يأكلوا الزيت بزاف. وألحق منشوره علي ذرار رشد السياسي بمقتطف من مقال في جريدة الخبر التي تحدثت عن هذا البيان المنظمة الوطنية للمستهلك لحماية المستهلك. أما في تدوينة أخرى فقال رضا: حتى مسلسل عاشور العاشر والمقص دارت حالة فيه، حذفت منه عدة لقطات باعتراف ممثليه، ويجيك واحد يقول لك الجزائر الجديدة أحلام سعيدة. في تدوينة أخرى قال
أو حساب سلطة للشعب قال أن حرية التعبير تمر على المقص وتجعل كل ممثل عاشور العاشر يمتعضون من هذا التصرف، وإلى آخر تدوينة في هذا الموضوع قالت فيها صفحة ألجيريان ستارز: الممثل أحمد زيتوني الذي مثل دور لقمان في عاشور العاشر يقصف التلفزيون الجزائري ويقول حشوم عليكم يا التلفزيون العمومي إدارة التلفزيون، ويضع رمز المقص في آخر منشوره ويقصد الرقابة التي مارستها إدارة التلفزيون على طاقم إنتاج المسلسل. فالحقيقة تم قص اللقطات محاولة لتبرير الفشل الذي شهدته الحلقة الثانية من مسلسل عاشور، كذا تساءلت هذه الصفحة.